حوار بيترسبرغ في ألمانيا حول التغيرات المناخية وعلاقات ثنائية مشتركة ما بين مصر وألمانيا في كافة المجالات في هذه الزيارة الهامة لسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة الألمانية برلين. من هناك ينضم إلينا موفد التلفزيون المصري علاء رشوان. علاء، ضعني في الصورة حول نشاطات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في برلين. زيارة هي الخامسة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة الألمانية برلين، تأتي في وقت حساس ووقت دقيق للغاية يواجه العالم خلاله العديد من التحديات، سواء التحديات على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو على صعيد التغيرات المناخية. السيد الرئيس تلقى دعوة من الرئيس الألماني فرانك فاينشتاينماير لحضور وترأس جلسات الحوار، حوار بيترسبرغ للتغيرات المناخية. يأتي هذا في إطار استعداد مصر لاستضافة مؤتمر قمة المناخ الدولية كاب 27 في مدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل. منذ قليل ألقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة حملت رؤية شاملة ومقاربة شاملة تقدمها مصر للمجتمعين في جلسات هذا الحوار للتعاطي مع التحديات التي تتعلق بالتغيرات المناخية. السيد الرئيس استعرض هذه التحديات بدءا من أزمتي الطاقة والغذاء وصولا إلى التداعيات السلبية لجائحة كورونا وانتهاء بالتداعيات والأثار السلبية للحرب الأوكرانية الروسية. السيد الرئيس أكد أنه لا بد من تكاتف جهود المجتمع الدولي للوقوف أمام كل هذه التحديات وعدم إثناء المجتمع الدولي عن إرادته في مواجهة التغيرات المناخية منذ إطلاق اتفاقية باريس وانتهاء بكاب 27 التي سوف تستضيفها مصر مرورا بقمة جالاكسو العام الماضي. السيد الرئيس أكد أيضا أن قارة أفريقيا تقع في قلب الرؤية المصرية الشاملة التي تطرحها أمام المجتمع الدولي نظرا للعديد من الأثار السلبية والأثار المناخية القاسية التي تواجه القارة منذ قرون. نتحدث عن أزمات مثل التصحر، نقص الغذاء، السيول، الفيضانات وغيرها من هذه العوامل التي أثرت بالسلب بشكل مضاعف على قارة أفريقيا. السيد الرئيس خلال هذه الكلمة دعا مؤسسات التمويل الدولي وبنوك الدولية للإسهام في التمويل لتوفير التمويل اللازم لترجمة هذه المقاربة وهذه الجهود الدولية إلى جهود على أرض الواقع. وقال السيد الرئيس أن العالم يواجه تهديدا وجوديا نظرا لتفاقم هذه التغيرات المناخية. السيد الرئيس أيضا استعرض خلال هذه الكلمة جهود مصر للتحول نحو الاقتصاد الأخضر واستخدامات الطاقة النظيفة، وقال أن مصر تعكف في هذه الأثناء على وضع استراتيجية شاملة لاستخدامات الهيدروجين الأخضر وتقليل الانبعاثات الكربونية في مجالات النقل وفي مجالات الطاقة وغيرها من المجالات التي تمس بشكل مباشر الحياة اليومية للمواطن المصري. وقال إن مصر تعكف الآن أيضا على الإتمام الاستعدادات النهائية لاستضافة كاب 27 والخروج بتوصيات تتحول على أرض الواقع إلى مبادرات يلتئم حولها الجهود، جهود المجتمع الدولي والإقليمي لإنجاز هذه التوصيات وتحويلها إلى يعني مبادرات على أرض الواقع تعمل على الحد من الانبعاثات الكربونية والحد من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية التي أصبحت تواجه العالم بأسره. وقال إن مصر تعكف أيضا بهذه الفترة على التنسيق مع كافة الأطراف الفاعلة التي وقعت على اتفاقية باريس وحضرت قمة جالاكسو ومن المنتظر أن تحضر قمة كاب 27 في ضوء هذه التحديات التي أشرنا إليها منذ قليل. نعم نعم، علاء موفد التلفزيون المصري إلى العاصمة الألمانية برلين متابعا لزيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى ألمانيا وأيضا مشاركة سيادته وترأسه لحوار بيترسبرغ في ألمانيا. جزيل الشكر.